بداية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون الخاصة بدرجة وزير. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام خلال زيارة تفقدية لاستديوهات عجمان الخاصة على المكانة التاريخية التي تمثلها هذه الاستديوهات والتي افتتحها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قبل أكثر من 4 عقود بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وقطاعنا الإعلامي بيتطور بوتيرة سريعة في خلال المرحلة القادمة. صناعة الإعلام أصبحت من الصناعات الحيوية وتضمن مجالات جديدة لديها إمكانات هائلة. حريصين على التعاون مع الجميع وإطلاق مبادرات تحفز نمو هذه القطاعات الجديدة وتستثمر في مواهبنا وتعدهم لهذه المجالات الجديدة. سعيد بوجودنا في استوديوهات وتلفزيون عجمان، هذا الصرح الإعلامي الذي افتتحه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل أكثر من 44 عام ولا زال يؤدي رسالته في خدمة دولتنا ومجتمعنا. أشكر الأخ عبد الله مراد على جهوده منذ البدايات ولا زال يتابع العمل في الاستوديوهات بأدق التفاصيل، فخورين بإعلامنا وبكوادرنا الوطنية. أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضات النساء للرياضة النسائية إطلاق فعاليات المعسكر الصيفي لاكتشاف مواهب الناشئات والناشئين وذلك في مقرها الرئيسي من 8 وحتى 25 يوليو الجاري، وسيتم استقطاب فئة الإناث من عمر 3 سنوات وإلى 12 سنة والذكور من عمر 3 سنوات وإلى 10 سنوات ومنحهم الفرصة للاستمتاع بمجموعة كبيرة من الرياضات والفعاليات اليومية. وأخيراً مشاهدينا، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية. حفاظاً على سلامتك وسلامة الآخرين عند القيادة أثناء هطول الأمطار، اتبع هذه الإرشادات. قبل الانطلاق تأكد من سلامة مساحات الزجاج والإطارات. استخدم الأضواء الأمامية للمركبة حتى في وضح النهار حتى يسهل على سائقي المركبات الأخرى رؤيتك بشكل واضح. ضاعف مسافة الأمان بينك وبين المركبات التي أمامك وتقيد بالسرعات الآمنة والمحددة في الشواخص واللوحات الإرشادية على الطريق حتى تتمكن من التحكم في مركبتك. انتبه لسطح الطريق واحذر عند العبور فوق البرك المائية. تجنب كل ما قد يشغلك عن الطريق. اتبع هذه النصائح لطريق آمن وكن أنت جزءاً من أمنه وسلامته. شكرا شرطة أبو ظبي على التوعية الدائمة والله يحفظ السائقين دائما في حلهم وترحالهم. مشاهدينا، هذه كانت أبرز المستجدات المحلية لهذا اليوم.